مرحبا زينب، أهلا وسهلا فيك بفوشيا. احكي لنا أكثر عن فيلم ماونتن بوي، وكيف بدأت عندك فكرة إخراج فيلم بيتحدث عن المصابين بالتوحد؟ أهلا فيك. ماونتن بوي هو فيلم يتكلم عن طفل في توحد، وهو فيلم مغامرات عن هالطفل وكيف أنه يعيش مع العالم حولينا. الفكرة بدأت من كتاب The Boy Who Knew The Mountain، الفتى اللي عرف الجبال، كاتبة ميشيل، وهي كتبت عن قصة ولدها اللي فيه توحد، وانه كيف انه يعني بطريقة خيالية انه هو كيف ياس يواجه العالم، وكيف ياس يعني مرض التوحد، وكيف الناس ياسين يتقبلونه، وكيف انه عنده الامكانيات انه يسوي وايد اشياء وهو فيه التوحد. هل الممثل او البطل الرئيسي اللي بيلعب دور سهيل مصاب بالتوحد؟ هو مصاب بالتوحد، بس ان البطل، لان انا احس ان المصابين بالتوحد، الاطفال المصابين بالتوحد هم ابطال خارقين وعندهم قوتهم الخاصه. فناصر واز وان اوف ذم، يعني هو كان واحد من يعني الاطفال الاذكياء اللي كان يساعدنا وايد في وقت التصوير، كان يساعدنا وقت التصوير ويفهم شو راح يسوي. احكي لنا اكثر عن تحضيره للدور، اكيد واجهتكم تحديات كثيره اثناء التصوير. وقت التصوير هي واجهتنا تحديات، لان الاماكن وايد صعبه، وخاصة للطفل أنه مثلا يصعد جبال، يروح صوب البحر، يروح عند حيوانات، فوايد كان صعب. فنحن نحاول أنه نعيد المشاهد أكثر من مرة، ونخلي الناصر يعني مثلا يعني يروح الأماكن هذه قبل عشان ياخذ فكرة رئيسية، يعني فكرة عامة عنهم، وأنه يتعامل مع الحيوانات قبل لا نصور. فحتى الناصر أصلا يحب الحيوانات، فهالشيء وايد ساعدنا. صح تحديات، بس أنا واجهناها وحليناها. تمام. لو بدنا نتكلم عن موقف المجتمع من ذوي طيف التوحد، اللي بيعتبر أصلا هو جزء من المشاكل اللي بيعاني منها المصابين بالتوحد والأسر اللي عندهم كمان أطفال أو أولاد مصابين بالتوحد، كيف الفيلم رح يساعد هاي الأسر؟ هو في رسالة في الفيلم هذا، أن الأطفال يعني المصابين بالتوحد هذيل مو مختلفين عنا، مو مختلفين بشكل سلبي، بالعكس هم مختلفين بشكل إيجابي، وأصلاً نحن لازم نكون فخورين فيهم. وفي رسالة ثانية، أن في أهل ما يهتمون بعيالهم إذا يعني اكتشفوا أن فيهم مرض توحد أو فيهم شيء من هالقبيل، فيبدون يهملونهم لأنه يخافون أنهم وايد مسؤولية عليهم. فالفكرة هنا أن يعني حتى من القصة أن تفهمون أن لازم نحن نبدأ نهتم بهالشيء أكثر، لأن حرام اللي قاعد يصير للأطفال اللي فيهم توحد واللي يعني أهلهم مهملينهم. فناصر واحد من يعني عيال اللي الحمد لله أهله من بدايات يعني اكتشفوا أنه فيها الشيء، فبدأ يعني يودون يهتمون فيه، يودون مراكز، وأما يعني ما شاء الله عليها بدأت تهتم فيه بشكل خاص، لدرجة حتى يوم تكلمينا أنت ما تحسين أنه في مرض توحد وشيء، بس أنه ما شاء الله عليه، بس أنا تقدرين تشوفين أنه هو غير باجي عن عيال، أنه هو ذكي وايد، ويعني طريقة تفكيره غير. Okay, how do I see women in the film industry in the region? I think we're very lucky to live in a region where that promotes women and helps them achieve their goals, especially in the United Arab Emirates. You'll see in many places more women than men actually. And the film industry in general has always made it hard for women to climb up the ladder. But I do feel that here there's a little bit, I'm surrounded by many amazing women in the film industry. So I can't say, I definitely see a change after COVID. I see more women having a presence in the film industry, having a say, and that's due to the global change in women's rights, but also the local. They are pushing women, you know, we have a female director, most of my heads of department are women, I have the head of special effects is a woman, and I've been really pushing to get women into bigger roles, and I think it's a responsibility of people who are CEOs or producers to make sure that they give opportunity to women as well. And I see that the people that are higher up are actually making those right decisions finally, which is exciting. Well, you kind of named it, I guess. In the past, it's always been men had more opportunities, so our CVs took longer to develop compared to male CVs, which they got more opportunities. But
I like to talk about the positives that are happening. So I definitely feel since COVID there has been a change and people are looking for more creativity and wanting more stories and wanting to see the woman's side as well, not just the male side, which is exciting. So we are, before most lead characters were men and most lead roles were for men, where now we are really thinking about the woman's perspective and not just as a mother or a wife, but you know, as a businesswoman, as a successful lawyer, or you know, a gangster, or it doesn't have to be just a man playing that role, which is exciting. And we're seeing so many great films coming out with women as leads. And so I feel there were difficulties, but I'm hoping that that's kind of behind us and now we can kind of have more equality in the region and in the industry. خبرنا عن شخصية سهيل وشو كانت شو كان شخصيته وشو كان دوره بالفيلم، شو بيعمل بطل الفيلم؟ أنا تعلمت إني أسلك الجبال، وأنا رحت أركب فوق الحصان، وبعدين كان شوية صعب علي إني أنا أتعلم إني أسلق النخل. حلو. كنت أحاول إني ما أتعب كثير، فبعدين سلقت الجبال الكبيرة. كبيرها شوي. حسيت انك بتقدر كمان تعمل تتسلق جبل، تعمل هايكينج. طيب والبحر؟ كنت في قارب بالبحر؟ انا كنت انا كنت في قالب البحر، وانا كنت وايد بعيد، يعني يمكن كيلو توصل هناك، كيلو صح كيلو داخل البحر. صورت وتمثلت وكل شيء، حتى صورت عند البحر، عند جبل الدبا، مزرعة أيوة في العين، وفجيرة بعد، وفجيرة فورت أكيد، وكل شيء، لأني أنا وايد تمثلت وصورت. كان فيلم كان زين حلو. حلو. هي. طيب شو اللي حبيته أكتر، أبو ظبي، التصوير بأبو ظبي ولا التصوير بالفجيرة؟ أنا أقول أنا أحب التصوير لأبو ظبي، لأني أنا ساكن في أبو ظبي. وقريب من بيتك. هي قريب من بيتي. شو حكوا لك اصحابك وعائلتك لما قلت لهم انه انت رايح تصير بطل بفيلم وراح هذا الفيلم يكون بالسينما وراح ينشاف على التلفزيون ويكون موجود على الانترنت؟ ايوه يكون موجود على الانترنت، وبعد بعد يكون هالفيلم يكون موجود في السينما وبعد في نتفليكس كمان. هي كان اهلي متحمسين بصراحه والله، يقولوني حتى عمتي انها قالت إنها شافتني إيه أيوة يا البطل في الفيلم كذا. أنا أقول لكم أنا إن شاء الله راح تكون فيلم حلوة وبعد كلمات حلوة وجملات حلوة. مع السلامة.